عرقلة داخل منطقة العمليات. هايلا والثاني للمنتخب الجزائري المحلي بلال بن حمودة يرسم الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 13. النتيجة 2-2 لا شيء رغم أن الحارس قرأ الكرة وراح في الاتجاه صحيح، لكن كعدة عرقلة داخل منطقة العمليات. هايلا والثاني للمنتخب الجزائري المحلي بلال بن حمودة يرسم الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 13. النتيجة 2-2 لا شيء رغم أن الحارس قرأ الكرة وراح